التعليم أو تاريخ التعليم في هذا الصرح هو شيء جميل، يذكرنا جميعا بما كان التعليم في السلطنة وإلى أي مدى وصلنا، وفيه كثير من الذكريات لكل من عاشر فترة الأربعينات والخمسينات والستينات إلى أن تولى مولانا حضرة صاحب الجلالة مقاليد الأمور وتطور التعليم. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول الشوق فالسقاط نخله. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول الشوق فالسقاط نخله. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبله عطش يطول عمري.